بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مره تانية. نكمل ان شاء الله اليوم السيشن بتاعه حالا انترفينشنال راديولوجي ابلكيشنز ان تيومر ابليشن. اللي حاضر معانا قبل كده عارف شاف ايه الانترفينشنال، ايه راديولوجي، ايه التيومر ابليشنز، ايه الحاجات دي. فاحنا ممكن نعمل ريفيو سريعا كده. احنا الكونتنت بتاع المحاضره النهارده هيبقى ديفينيشنز، العنوان اللي احنا قلناه، الكلام الاكسبريشنز اللي هي موجوده فيه واحنا مش عارفينها ممكن نقولها سريعا. خلينا نقول ان احنا في خلال السيشن كلها لو في اي اكسبريشن مش واضح للناس فممكن اول باول كده نحاول نوضح الامور دي ان شاء الله. هنتكلم على الديفينيشنز، وبعدين هنتكلم على راديو فريكوانسي، مايكرويف، النانو نايف، الهايفو، ودي من التكنيكس اللي احنا بنشتغل بيها علشان نعمل ابليشن للتيومرز. طيب ايه هي الانترفينشنال؟ خلينا نقول لما بيبقى عندنا عيان، لما عيان يقول لك انا رايح اعمل عمليه، ايه هي العمليه اللي بيعملها، واتيفر كانت العمليه ايه، التكنيك اللي الجراح او الراجل اللي هيشتغل له العمليه دي مش بيطلع عن ثلاث حاجات. اول حاجه بتبقى سيرجيكال اللي هي الاوبن سيرجري، بيبقى راجل جراح اللي هو المنظر المعتاد جدا للجراحه، الراجل بيفتح وريتراكتورز والراجل بيشتغل على الاورجان من جوه، سواء بيعمل ريسكشن مثلا، ريسكشن اللي هو ان هو يقطع مثلا ليفر ريسكشن، فان هو بيقطع جزء من الليفر، بنكرياتيك ريسكشن بيقطع جزء من البنكرياس وهكذا. فهو ده هو شكل الجراحه التقليدي اللي هي الاوبن سيرجري. في حاجه تانية اسمها لابروسكوبيك. اللابروسكوبيك دي ما بنفتحش، بيبقى فيه هولز كده، بيبقى فيه تقريبا اربع اخرام كده بيتعمل الراجل الجراح بيعملها في بطن العيان، بينفخ غاز خامل، بينفخ المعده، بيدخل بكاميرا وبيدخل بالتولز وبيدخل ببروب علشان يبقى فيه ضوء وكاميرا والتولز اللي هو بيشتغل بيها، ودي بتبقى لابراسكوبيك. ميزه اللابراسكوبيك عن السيرجيكال، الراجل ما بيفتحش طبعا، العمليه طبعا هتاخد وقت اقل. خلينا نقول ان في السيرجيكال كده مع الجراحين اللي احنا اشتغلنا معاهم معظم الحالات، ممكن تقول ادي للراجل من ساعه ساعه ونص علشان يفتح ويسلك زي ما بيقولوا ويقفش. ده اللي حاجات اللي هي البري والبوست، يعني الراجل هيفتح ويسلك عشان يطلع ليفر مثلا، وبعدين هيشتغل الحاله بتاعه، وبعدين عشان يقفل تاني. اللي قبل واللي بعد ده تقريبا بياخد من ساعه لساعه ونص. فلما بشتغل لابروسكوبيك بيتوفر لي الكلام ده كله. ليه بيوفر الكلام ده كله؟ البيشنت ممكن يكون ما بيستحملش التخدير، ما بيستحملش يبقى اناسيزيا بتاعه كده، ان هو يبقى فولي اناسيزيا ونايم، الراجل العيان نايم لمده 3 ساعات ولا 4 ساعات علشان يعمل الحاله بتاعه. فالراجل ما بيستحملش التخدير، عاوز يقلل من مضاعفات نقل الدم واقامه الراجل في الانتنسيف كير او العنايه المركزه والكلام ده كله. كل الكلام ده كله يعني بنتجنب الجراحه. الحاجه اللي هنتكلم عليها النهارده اسمها انترفينشنال. انترفينشنال انا لا بفتح ولا بعمل اخرام كتير في العيان ولا الكلام ده، انا بشتغل انترفينشنال. ببقى جايدد بامجنج تول، بالتراساوند، بسي تي، بام ار، ببقى جايدد بيها، شايف ايه اللي انا هشتغل فيه، وبيبقى معايا النيدل او البروب او البايوبسي جان اللي انا هاخد بيه عينه مثلا بتاعه البايوبسي. وعشان انا شايف بالسونار بقدر ادخل بتراك كده، بقدر ادخل على الليفر مثلا، ولا بدخل على الكيدني، ولا بدخل على اي حاجه، اعمل البروسيجر اللي انا عاوز اعمله واطلع تاني. يا اما العيان بيبقى نايم خالص، يا اما ما بيبقاش نايم خالص، دي بتبقى على حسب البروتوكول اللي الراجل شغال بيه. بس بيتوفر علينا وقت في العمليه، بتوفر علينا تجهيزات، بتوفر على الراجل نوم كتير في التخدير، بتوفر نقل دم، بتوفر انتنسيف كير، العيان ممكن يروح في نفس اليوم على حسب البروسيدر برضو اللي هو بيشتغل عليه. فدي معنى الانترفينشن. ايه هي التيومرز؟ التيومرز اللي هي الاورام، واحنا عندنا نوعين من التيومرز، البناين اللي هو الورم الحميد، والماليجنانت اللي هو الورم الخبيث. سريعا كده ايه الفرق ما بينهم؟ كل حاجه عكس بعض طبعا. البناين اللي هو سلو جروينج، ان الراجل ممكن يعمل يلاقي عنده نوديول مثلا في الثايرويد، او ممكن يلاقي تيومر في الليفر حجمه نص سنتي او سنتي، يجي بعد 6 شهور يلاقيه سنتي برضه، او سنتي واحد من عشره، يجي بعد سنتين يلاقيه تقريبا نفس الحجم، يعني الحجم الى حد كبير ثابت على مدى زمني طويل. عكسه طبعا الماليجنانت اللي هو فاست جروينج اند اجريسيف.
في عيانين كنا بنشوفهم لما بيعمل سي تي الاول وبعدين يروح يطلع مثلا قرار نفقه الدوله علشان يعمل اي حاجه او بروسيدر من اللي احنا هنقولها، لو الموضوع خد معاه 45 يوم مثلا او شهرين، بعد ما بيرجع يلاقوا الموضوع تطور تماما، يعني من تيومر 3 سم يلاقيه ممكن يبقى 5 سم او 6 سم، فالموضوع اجريسيف جدا وبيهاجم بشراسه وبيكبر بمعدل كبير جدا في زمن في زمن قليل. البناين دونت سبريد تو سراوندينج تيشو. احنا عندنا ممكن نصنف التيومرز كمان التيومر برايمري وسكندري. البرايمري ده اللي هو التيومر الاساسي، واحد طلع له اول مره يطلع له تيومر في مكان في القولون مثلا في القولون، ده اسمه برايمري. فممكن لو هو مالجنت ممكن التيومر ده يعمل انفكشن في هيلثي تيشو في الليفر، فيقوم يطلع في الليفر يطلع فيها تيومرز، فبنسمي التيومر اللي طلع في الليفر ده بنسميه سكندري مش برايمري زي اللي كان في الكولون. فدي تقريبا انواع التيومرز اللي احنا بنلاقيها. ايه هي الانترفنشنال تكنيكس اللي احنا هنشتغل عليهم؟ في عندنا حاجتين اساسيتين، الانفيزيف والنون انفيزيف. انفيزيف دي معناها ان انا هدخل العيان باي شكل، هعمل اي جرح في العيان وادخل باي طول، العيان نزل دم ده انفيزيف، دخلت بطول ده انفيزيف. النون انفيزيف انا ما بفتحش العيان، ما بعملوش اي جرح، ما بدخلش فيه باي طول، بتبقى كل البروسيدر اللي انا بشتغل عليه من بره. هنشوف ازاي ممكن ايه اللي هو النون انفيزيف تكنيك زي الهايفو. الانفيزيف طبعا اللي هو الراديو فريكوانسي المايكرويف والنانو نايف. دي الفريكوانسيز اللي احنا ماشيين عليها عشان بس نعرف ايه الفرق واحنا رايحين فين من الراديو فريكوانسي المايكرويف وهكذا. دي الموجات، موجات الراديو الاول، موجات الراديو فريكوانسي ده الويف لينث بتاعها اللي هو 10 تو ذا باور 3، ده دي موجات الراديو. الفريكوانسي طبعا الفريكوانسي هي عكس الطول الموجي زي ما كنا بناخد في هندسه يعني. ف ايه هو الطول الموجي او الاباوت ذا سايز اوف بيلدينج اللي هو 10,000 تقريبا، الراجل بيتكلم في 1000 متر، الويف لينث بتاعه 1000 متر. فبنلاقي الراديو فريكوانسي وبعدين مايكرويف انفراريد وبعدين فيزيبل الترا فايلوت اكس راي وبعدين الجاما راي. احنا لما بنيجي نتكلم على الراديو فريكوانسي مثلا بنلاقي ان احنا بنشتغل تقريبا 460 او 470 ميجا هرتز مثلا الفريكوانسي. لما نيجي نتكلم على المايكرويف بنلاقي ان الموضوع بيبقى اكبر بكتير، بيبقى تقريبا فوق ال 900 ميجا هرتز، بيوصل لغايه 2 جيجا هرتز. نقول بسم الله كده ونبدا بالراديو فريكوانسي اللي هو الار اف. ازاي بنستخدم الراديو فريكوانسي علشان نعالج تيومر؟ كل التكنيكس اللي هنتكلم عليها او الراديو فريكوانسي والمايكرويف دول اسمهم ثيرمال تكنيكس، ان انا بستخدم درجه الحراره علشان ارفع درجه الحراره بتاع تيشو لدرجه حراره معينه في زمن معين علشان ابليت، اعمل له ابليشن، ده معناه ان انا احرقه. بدل ما ادخل في ورم في الليفر مثلا، بدل ما ادخل واعمل ريسكشن واشيل الورم واشيل معاه هيلسي، لا انا بدل ما افتح وبدل ما اعمل الكلام ده كله انا ممكن اشتغل بالانترفنشنال، ممكن ادخل تول وممكن ارفع درجه حراره التيشو لدرجه حراره معينه، فالسيلز دي تموت، الكانسر سيلز دي تموت وهي في مكانها. طيب هل الجنريتور بتاع الراديو فريكوانسي، هل الجنريتور ده بيطلع هيت بما ان هو ثيرمال تكنيك؟ نقول لا ما بيطلعش هيت، ده بيطلع راديو فريكوانسي. احنا لما بنابلاي على اي راديو فريكوانسي جنريتور، لما بنابلاي عليها اي سي او الترناتيف كارنت، بيبقى عندنا تو دايبولز، بيبقى فيه بوزيتيف ونيجاتيف. في احنا شكل السينيوسويدال ويف اللي هو بتاع الاي سي اللي احنا كلنا عارفينه، اللي بيبقى موجب وبعدين سالب وبعدين بتقلب الدايبول بتاعها سالب تبقى موجب وهكذا. فلو احنا شفنا التو الكترودز دي، هنشوف في السايكل الاولانيه مثلا هيبقى الالكترود اللي فوق موجب واللي تحت سالب، كل الاجزاء اللي في النص كلها موليكيولز، الموليكيولز دي فيها اجزاء موجبه واجزاء سالبه، فلما يكون الالكترود اللي فوق موجب هيقوم يشد ناحيته الحاجه السالبه، والعكس صحيح، واللي تحت سالب هيشد الناحيه الموجبه. دي في اللحظه الاولانيه واحنا شغالين على اي سي، فاللحظه اللي بعدها على طول هيبقى اللي فوق سالب واللي تحت موجب، فهيبدا يحصل انعكاس في البولز بتاعتنا، فاللي كان موجب فوق هيروح لموجب فوق، هينزل تحت. نتيجه الحركه السريعه قوي للمولكيولز دي بين التو الكترودز دول بيحصل احتكاك، بنسميها موليكيولار اجيتيشن، احتكاك. احنا لما بنعمل كده بنلاقي دي سخنت
وده بالظبط اللي بيحصل لما بابلاي اي تو الكتروز بالباور معينه سواء راديو فريكوانسي او مايكرويف باي سي. ده اللي بيحصل، بيحصل اوسيليتنج الكتريكال فيلد، الموجه فوق والسالب تحت، وبعدين بتعكس بقى السالب فوق الموجه تحت، وبتقعد تتحرك بسرعه جدا على حسب الفريكوانسي اللي انا بابلاي بيه. فده بيخلي يحصل موليكولار اجيتيشن، الموليكولار اجيتيشن ده بيتحول لدرجه حراره نتيجه الاحتكاك، فدرجه الحراره دي بتعلي الميديا تمبريتشر، فدي بتوصل لدرجه الحراره الديزايرد اللي انا عاوزها، فدي بتحرق الحاجه اللي انا عاوز اتخلص منها. ده زي الراديو فريكوانسي بيشتغل. طيب نقول الراديو فريكوانسي فيري بريسايز بروسيجر يوزنج ان ايمجينج جايدنس، زي ما قلنا الالترا ساوند او السي تي او الام ار بيبقى ايمجينج جايدد. الفيزيشن بليس ا سلندر بروب دايركتلي تو ذا تيومر، بيبقى معايا تول، هو يعني هنسميها بروب، هنسميها سلندر، هنسميها نيدل، هيبقى معاها التول دي. التول دي بيعمل لها انزيرشن على طول في المكان الديزاير ده على طول. This ensures that the treatment will focus on the diseased area. يبقى العلاج بتاعي localized جدا. لو انا عندي تيومر في حته معينه ودخلت بالنيدل بتاعي او بالتول بتاعي جوه التيومر ده على طول، يبقى انا كده شور ان ما حصلش اي ابليشن في هيلثي تيشو او في حته انا مش موجود فيه، انا بتارجت حاجه معينه وفعلا بقضي على الحته المعينه اللي انا عاوزها دي. دي شكل الدايره لما بنقفلها بيبقى فيه البيشنت بتاعي، ده الراديو فريكوانسي جنريتور، دي النيدل، ده اسمه ديسبيرسيف الكترود. احنا بنشتغل الالكترودز هنا او النيدلز هنا مونوبولر، ان هو لازم يبقى فيه ديسبيرسيف الكترود علشان يقفل الدايره بتاعه. الكرنت بيمشي من اول الحته اللي احنا بنعمل فيها بيرنينج كده او ابليشن، بيمشي لغايه ديسبيرسيف الكترود، بيرجع يقفل الدايره من الجنريتور، وبعد كده بيرجع تاني وهكذا، والدايره بتشتغل معايا. في طبعا انستراكشنز لما بكون شغال في الليفر يقول لي والله حط الديسبيرسيف الكترود دي هنا، لما اكون بشتغل في الكدني لا والله حطها على الظهر، لما اكون بشتغل بريست والله حطها في الحته الفلانيه. تختلف من شركه لشركه، وبتبقى دي كلها موجوده في المانيوالز بتاع النيدلز اللي احنا بنشتغل بيها. هنشوف فيديو صغير بيقول لنا ايه اللي بيحصل. الكره البيضه دي التيومرز، دي النيدل وهي بعمل انزيرشن للنيدل، بقف على اول التيومر، بعد كده على حسب النيدل اللي انا بشتغل بيها، هل النيدل دي بتخش نفسها التيومر ولا بيطلع منها اريز زي اللي في الحاله دي؟ بيطلع اريز بتكفر الاريا كلها. على حسب الاريا اللي انا عاوز اعمل لها ابليشن بختار النيدل اللي انا بشتغل بيه. هل افتح اريا بتغطي لي 3 سم مثلا دايمتر، السفير دي 3 سم ولا 5 سم ولا 7 سم اكبر ولا اقل، يبقى على حسب الدايمتر اللي انا عاوز اعمل له ابليشن بختار النيدل اللي انا بشتغل بيه. بيبدا يعمل الابليشن بتاعه، تمام، يبدا يتراكت الابره تاني. الحقيقه في هنا في الفيديو ده في نقطتين اساسيتين بيواجهوا الناس، او مشكلتين بيواجهوا الناس اللي بتشتغل بالتكنيك ده. لو انا عندي الجزء اللي تحت ده بلاد سبلاي، لو انا عندي البلاد سبلاي ده بيعمل حاجه اسمها هيت سينكينج او هيت سينك، بالظبط كانك بتسخن حاجه وبتدلق ميه جنبها، بتمشي ميه جنبها، فعمرها ما هتسخن. الهيت سينك ده بياخد التمبريتشر اللي انت بترفعها بياخدها وبيعمل لها باسنج كده، هيت سينك بتطلع التمبريتشر بتمشي، فهنلاقي كل الاجزاء اللي هي بعيد عن البلاد فلو ده كلها محروقه كويس ما عدا الجزء اللي جنب البلاد فلو ده، مش هنلاقيه محروق كويس. لما جه يشتغل وهو طالع بالابره هنلاحظ ان هو بيحرق التراك اللي هو دخل بيه، علشان ما فيش اي خلية سرطانية تبقى موجودة على النيدل اللي هو اشتغل بيها وتكون لسه ما اتحرقتش،
لو هي موجوده هو طلع على التراك ده ممكن تعمل سبوتس صغيره، ممكن تعمل انفكشن كده الهيلثي تيشو، فتبدا متاستاسيس صغيره صغيره صغيره، حاجات نوديولز صغيره كده على التراك اللي هو شغال بيه، فده بيحرق التراك اللي هو دخل فيه، بيحرقه وهو طالع عشان يضمن ان فولي ابليشن لاي حاجه كانت موجوده عنده. دي بعض انواع الابر لاكثر من شركه. تاني واحده دي اللي هي السنجل نيدل، وده الشكل المعتاد جدا، اللي هي بتدخل لا بتتفرد ولا بتتنى ولا بتاع، هي بتدخل على التارجت بوينت اللي انا عاوز احرقها، بتدخل تحرق المكان وباخدها وبطلع. الاول واحده اسمها كلاستر، دي ثلاثه من السنجل نيدل اللي هي تاني واحده. الفرق ما بينهم ايه؟ كل نيدل بتحرق تقريبا على حسب الشيب اللي هو بتاع النيدل نفسها، فهنلاقي الحرق بتاع السنجل نيدل ده سلندر اسطواني طويل الدايمتر بتاعه صغير. طب لو انا اشتغلت كلاستر هلاقي الاسطوانه الدايمتر بتاعها بقى اكبر والدبس بقى اكبر طبعا على حسب الاكتيف اريا اللي هو شغال عليه. ف دي الفرق بين السنجل والكلاستر. بعد كده تالت واحده دي بنسموها امبريلا شيب، بعد كده بيسموها لوتس شيب. يبقى على حسب دي تكنيكس مختلفه للشركات، كل حد على حسب نوع التيومر وعلى حسب حجمه وعلى حسب مكانه بنبدا نختار النيدل اللي احنا حابين نشتغل بيه. دي تقريبا الشركات اللي شغاله راديو فريكوانسي، انج داينامكس وبوستون وكوفيديان، بالثلاثه الجنريتور بتاعهم، والثلاثه دول تقريبا اللي واخدين الماركت شير كله بتاع الراديو فريكوانسي الموجود في العالم. لما كان عندنا مشاكل بتاعه الهيت سينك وكان عندنا مشاكل اريات وعندنا مشاكل تايم كمان، انا لما كنت بحرق ديامتر 5 سم مثلا ممكن ياخد مني تقريبا 15 دقيقه. طيب لو انا عاوز ابلاي باور اعلى علشان يحقق لي ابليشن اريا احسن، بداوا يشتغلوا على المايكرويف. ايه الفرق بين المايكرويف والراديو فريكوانسي؟ الفريكوانسي اللي احنا شغالين بيه الراديو فريكوانسي قلنا تقريبا 470 ميجا هرتز، المايكرويف بيبدا من 900 ميجا هرتز اب تو 2.4 جيجا هرتز، فده باور عالي جدا. باور عالي ده بيخلي ايه اللي يحصل؟ باور عالي بيخلي السرعه بتاع المولكيولز اكبر في الاحتكاك، فبيعلي درجه الحراره في وقت قصير جدا، فممكن يغطي مساحه اكبر في وقت صغير وابليشن احسن. وعلشان الباور عالي جدا اللي احنا بنشتغل بيه، فبيخلي لو انت عندك بلاد سبلاي معدي جنبك كده لا ما بيأثرش عليك، لان انت شغال بباور اعلى كتير من الريت بتاع الهيت سينك اللي البلاد فلو ده ممكن يضيع لك التمبريتشر اللي انت بتحرق بيه. نفس الفكره كفيزيكالي، نفس الفكره الموليكولار اجيتيشن وفريكشن، وبعد كده بيعمل لك في الاخر كواجوليشن. عندنا فرقين هنا في المايكرويف عن الراديو فريكوانسي. اول حاجه الابره باي بولر مش مونوبولر، يعني مش محتاج لها ديسبيرسيف الكترود. الديسبيرسيف الكترود او الار دي زي ما بنسميه ممكن يسبب مشاكل، ممكن يسبب حرق في الجلد، ممكن كل الباور اللي داخله ممكن يتعمل لها سكاترينج، لان انت في مسافه بين الاكتيف الكترود والديسبيرسيف الكترود، فاكيد هيبقى في لوسز في الباور اللي انت شغال بيه في تقفيله الدايره بتاعك، اكيد هيبقى في لوسز. فلما بشتغل بحاجه باي بولر لا بيتغلب لي على الكلام ده كله. علشان الباور عاليه جدا محتاج اعمل كولينج علشان ما يحصلش شارينج، عشان ما يحصلش تفحم. احنا بنشوي فجبنا حته لحمه وقمنا حاطينها في نار حاميه جدا، نبص نلاقيها من بره اتفحمت وسودت بس من جوه لسه نيه، احنا ما شويناش، احنا كده حرقناها زي ما بنقول كده حرقناها. فالكولينج ده بيعمل لي حاجتين، ما بيحصلش شارنج، بيوزع درجه الحراره، وكمان بيساعد على البنتريشن بتاع الراديو المايكرويف او الكرنت جوه التيشو. زي ما كنا في بعض التكنيكس الناس بيشتغلوها حاجه اسمها كومباين تكنيك، سواء بيشتغل مايكرويف مثلا او راديو فريكوانسي، يقول لك بحقن معاها الكحول، بيحقن حقنه الكحول كده الكحول بيقوم يحقنها معاها، او يحقن سلاين. السلاين ده بيعمل ايه؟ بيعمل توزيع كويس في درجه الحراره، ما بيعملش شارنج لان درجه الحراره ما بتعلاش مره واحده زي ما بيقولوا. ممكن لو جينا نشبهها وانا بشوي لا احنا كده بنسويها على الهادي، مش بحرقها ومن جوه لسه نيه. دي الفرق.
الفريكوانسيز بتاعت المايكرويف 915 ميجا 2.45، ودول فعلا موجودين في السوق في اتجاه ان هم يعملوا 9.2 جيجا هرتز، وده لسه ار ان دي، ده لسه ما نزلش الاسواق. مقارنه بين التو فريكوانسيز اللي احنا شغالين عليهم، لو بشتغل ب 915 هيحرق لي 3، هيحرق لي سفير الديامتر بتاعها تقريبا 3 سنتي في 5 سنتي، بيحرقها 10 مينتس في 10 دقائق. لو انا بشتغل بباور اعلى 2.45 هيحرق لي تقريبا 5 سنتي في 5.5 او 5 سنتي في 6، بيحرقها في 6 دقائق بس. وده كل ما عليت بالفريكوانسي كل ما الباور بقت اعلى، كل ما حجم الحرق بيزيد، كل ما الوقت بيقل. دي الفروقات بين المايكرويف والراديو فريكوانسي. المايكرويف doesn't require ground beds لان هو باي بولر مش مونوبولر، very fast compared to الراديو فريكوانسي زي ما شفنا في الرسمه، في 6 دقائق ممكن احرق اللي كنا ممكن نحرقه في 15 دقيقه. larger ablation area، simple to insert، النيدل هي نيدل سنجل بس، بعكس الكلاستر مثلا اللي كانوا ثلاثه مع بعض والثلاثه يدخلوا بثلاث اخرام ولازم اعمل لهم بوزيشننج كويس علشان ابقى متاكد ان انا جوه التيومر، او بعكس الواحده الابره اللي انا بقف على السيرفيس بتاع التيومر وبعدين افتح الاريز بتاعها، فلازم الاريز دي لازم تبقى تكفر التيومر كله، ولازم الاريز لما تطلع ما تخبطش في بلاد سبلاي مثلا وتحرقه، او بريكوشنز كتير بتحصل. فهي سنجل بتتحط على بعد معين من السنتر بتاع التيومر، وبيبدا يحرق بالباور اللي انا محتاجه، بيبدا يعمل لك الابليشن بتاعك. may not be as prone to heat sink، زي ما قلنا كهيت سينك مش هيحصل هيت سينك، مش للفيري لارج بلاد سبلاي، مش لل لو انا عندي بلاد سبلاي، انا عندي بلاد سبلاي اب تو 1 سنتيمتر مثلا دايمتر، لا ده هيعمل هيت سينك. انما في بلاد سبلاي الصغيره لا، دي هي بتحس انها بتطرقع، فعلا بتطرقع مع المايكرويف، المايكرويف بيقفل البلاد سبلايز الصغيره دي. ثالث تكنيك، وده اسمه نانو نايف، وده عن شركه واحده بس اسمها انجو داينامكس، حاجه اسمها تكنولوجي جديده اسمها الريفرسابل الكترو بوريشن. ده نون ثيرمال تكنيك، نون ثيرمال يعني مش شغالش على درجه الحراره، انما هو لسه احنا شغالين في الانفيزيف تكنيكس اللي انا بدخل بتول جوه البيشنت. النانو نايف او الريفرسابل الكترو بوريشن، يعني ايه الكترو بوريشن؟ بروسيس اوف كرييتنج بورز او هولز، بيعمل فتحات ان ذا سيل ميمبرانس يوزنج الكتريكال فيلد، بيجيب الخليه اللي احنا بنابلاي عليها التكنيك بتاعنا، بيطبق عليها 1500 فولت لكل سنتيمتر سكوير، 1500 فولت. يعني لو انا عندي تو التكنيك اللي هم بيشغلوه بيشتغل، لو انا شغال بتو نيدلز المسافه ما بينهم 2 سنتي، بيابلاي عليهم 3000 فولت للبلسيشن الواحده. ده بيعمل بورز في جدار الخلايا، زي ما بيقولوا كده ايه الار ان ايه والدي ان ايه بتاع الخليه بيتلخبط، الخليه بتبوظ وريفرسابل، فالخليه doesn't cure itself تاني، فما بترجعش خلية تاني، كده انا دمرت الخلية بتاعي. الميزة كمان في التكنيك ده الاميون سيستم في خلال 14 يوم من البروسيس اللي انا اشتغلت بيه بتاكل السيلز الديسترويد سيلز دي. يعني لو انا شفت هنا، لو انا في دي 1 ده شكل التيومر، ده شكل التيومر بعد ما اتحرق دي 1، ده بعد 3 ايام، ده بعد 7 ايام، بعد 14 يوم ما بتلاقيش اي اثر للتيومر، لان ده نون ثيرمال تكنيك. الحقيقه النون ثيرمال تكنيك ده مهم جدا كمان، ان هو بيشتغل على اورجانز ما ينفعش نشتغل بيها في، ما ينفعش نشتغل فيها بدرجه حراره عاليه، زي البروستيت مثلا. البروستيت ما ينفعش نشتغل عليها بدرجه حراره عاليه، الدنيا بتتدمر. فالنون ثيرمال تكنيك مناسب جدا للبروستيت، مناسب جدا للبنكرياس، مناسب جدا للحاجات اللي جنبها بلاد سبلاي كبير، بلاد سبلاي 1 سنتي ديامتر او اعلى، مناسب جدا ان انا اشتغل بالمايكرويف بالنانو نايف، لان النانو نايف زي ما قلنا نون ثيرمال فمفيش هيت سينك اصلا. ده شكل البلان بتاعت النانو نايف
لما بيبقى عندنا تيومر اب تو 6 او 7 سم مثلا، احنا ممكن بنعمل انزيرشن لاب تو 6 نيدلز مع بعض. كل نيدل بينها وبين النيدل الثانيه بيبقى بدايه ماكسيموم 2 سم، بنطبق عليها هنا بي بلس بي ماينس. الابره لوحدها مونوبولر، بس لما بنحط اكتر من ابره بيعملوا باي بولر مع بعض، فبيبقى بي بلس وبي ماينس. بن ابلاي فولتج، الفولتج بيوصل من 3000، بيوصل لغايه 3000 فولت. بنحدد البلس لينس وبنحدد النمبر اوف بلسز بير مينيت، ان احنا عايزين كام بلصايه في الدقيقه. هنا زي ما قلنا بيعمل 1500، بيابلاي 1500 فولت بير سنتيمتر، والديستانس بين الابر 2 سم ماكسيموم. بيبدا يعمل البلان بتاع الابره بتاعه على حسب الايمج اللي هو شايفها، بيعمل بلان، هنحط الست ابر في اي اماكن، وبيبدا البلسيشن. اعتقد في خلال 40 45 دقيقه بيكون قدر يحرق ورم من 5 ل 6 سم تقريبا. دي بوزيشننج سريع. امتى بيستخدموا راديو فريكوانسي، امتى بيستخدموا مايكرويف، امتى بيستخدموا النانيو نايف؟ على حسب التيومر دايمتر. بيفضل جدا للراديو فريكوانسي الحاجات اللي اقل من 3 سم، 3 ل 5 سم مايكرويف، النانو نايف طبعا اب تو 7 سم. نمبر اوف تيومرز لو اقل من 3 راديو فريكوانسي، مايكرويف اكبر من 3، النانو نايف برضه مفتوحه مفيش مشكله. في ليميتيشنز للوكيشن، زي ما قلنا الراديو فريكوانسي في ليميتيشن ان انا ما بقاش جنب بلاد سبلاي. الليميتيشن دي بتقل شويه في حاله المايكرويف، ما يبقاش في اي ليميتيشنز في النانو نايف. الهيت ليميتيشن، لو انا جنب كريتيكال ستراكشر ما ينفعش اثر عليه بدرجه حراره، ما ينفعش اشتغل مثلا تيومر على الكبسول بتاع الليفر، يعني الليفر مش بيبقى التيومر جواه، لا بيبقى على الكبسول، بيسموه سب كابسولر، على الكبسول على طول، ما ينفعش باي حال من الاحوال يشتغل عليه باي ثيرمال تكنيك، التيومر بيفرقع التيومر. فما ينفعش اشتغل عليه بثيرمال تكنيك، اشتغل عليه بحاجه نان ثيرم زي النانو نايف، ما ينفعش اشتغل حاجه في الليفر تكون جنب البنكرياس والبنكرياس يوصل له تمبريتش او تمبريتشر عالي، ما ينفعش بنشتغل عليه بالنانو نايف وهكذا. كل الحاجات اللي فاتت دي كانت انفيزيف. النون انفيزيف ما بقربش ناحيه العيان، ما بخرموش، ما بدخلش فيه حاجه. في حاجه اسمها هايفو التكنيكس اللي عدت دي عند ثلاثه كمان يعني او تشكل بالتوازي مع بعض. لا الناس بدات الراديو فريكوانسي وبعدين المايكرويف، والنانو نايف بقاله 3 سنين مثلا شغال تقريبا، يعني تقريبا، بس هو الراديو فريكوانسي كان البدايه. يعني تحديثات. طبعا انت كل ما يبقى عندك تكنيك وبتقابلك مشاكل بتحاول توصل لتكنيك اعلى تاوفر كم المشاكل اللي قبلها دي. الهايفو والحاجات الموست ريسنت دي من الحاجات اللي فعلا شغاله في العالم فتره قريبه جدا بعد ما خدت السي اي بتاعها والاف دي اي والكلام ده. كان هو جهازين موجودين في مصر، واحد مستشفى المعلمين وده اعتقد ما عادش شغال، والثاني بتاع الدكتور محمد حامد اللي هو هايفو ايجيبت، وده الجهاز اللي شغال ببروفيشناليتي عاليه. هاي انتنستي فوكست الترا ساوند. الالترا ساوند بيبقى له فوكال بوينت، اللي بيشتغل الترا ساوند بيبقى عارف ان هو الالترا ساوند بيم او الالترا ساوند ويف بيبقى لها فوكال بوينت، ان هو اعلى تركيز عندها بيبقى في الفوكال بوينت دي. زي ما بنجيب بالظبط عدسه ونحطها في الشمس كده وبنعمل الفوكال بوينت بتاعنا على ورقه، فالورقه تبدا تتحرق، دي نفس الفكره تقريبا. هاي انتنستي فوكست الترا ساوند بيم باسز ثرو اوفرلاينج سكين، بيعدي من كل اللايرز بتاعت السكين اند اذر تيشو وزاوت هارمينج ذيم، بدون ما يسبب له اي ضرر، لان بما ان الفوكال بوينت مش على المكان ده. اند از فوكست تو نيكروز الوكلايزد تيومر ريجن، زي ما احنا شايفين كده في تيومر عند الراجل ده اللي هو في الدايره البيضاء منقطه، فهو جاب البروف بتاعه بتاع الالترا ساوند وعمل فوكال بوينت على دي. فكل الالترا ساوند بيم بيعدي من الكلام ده كله بدون احداث اي هارمنس في اي تيشو او اي لاير لغايه النقطه بتاعتنا اللي هو حاطط عليها الفوكال بوينت، وبيبدا يرفع درجه الحراره بتاعتها من 60 ل 100 درجه تقريبا في ثانيه واحده، وبيعمل لها توتالي ديستراكشن.
خلينا نشوف الناس اللي شغالين في مصر. ده الكلام من على الصفحه بتاعتهم، ما هو العلاج التكنولوجيا الهايفو. الهايفو بيعرفوه اللي هو هاي انتنستي فوكس الترا ساوند، بيعالج جهاز الهايفو الاورام الحميده والخبيثه الاثنين دون تدخل جراحي او اشعاعي. بيشتغل كل حاجه، بيشتغل ليفر، بيشتغل كيدني، بيشتغل لونج، بيشتغل بون، بيشتغل يوترس، بيشتغل كل حاجه. وشال البنكرياس. وشال البون. بيشتغل كل حاجه. بيشتغل الليميتيشن او الحاجه الوحيده التعجيزيه شويه في الجهاز ده، الجهاز ده تقريبا كان بيتباع جهاز صيني، ودي تكنولوجيا الصيني الوحيده. الصين الحقيقه مش من الناس اللي بتكرييت تكنولوجي، دايما الصين ما عندهمش زي ما بيقولوا ما عندهمش ار ان دي، عندهم ار ان سي، يعني هما بيكوبي، الناس بتكوبي بس مش بتديفلوب، بتكوبي. دي التكنولوجيا الوحيده يمكن في الميديكال اللي هي تشاينيز، بيور تشاينيز. الناس كانوا بيبيعوا الجهاز ب 1.1 مليون دولار، بمليون و100 الف دولار، ده والجهاز عندهم قبل الشحن وقبل الجمارك وقبل كل حاجه. فلما بتيجي تحسب الكلام ده النهارده 1.1 ده تقريبا بتتكلم في 20 مليون جنيه مصري قبل شحن وقبل جمارك وقبل كل حاجه. فالحاجه الليميتيشن اللي يمكن في الجهاز ده اللي هو سعره غالي جدا، فلازم يبقى عندك لو انت هتفتح مركز علشان تشتغل هايفو لازم يبقى عندك سبلاي عالي جدا من البيشنتس عشان تغطي التكلفه العاليه دي. هي دي يمكن الحاجه الوحيده اللي مخليها التكنيك مش عالي. ايه؟ طب وادعي الناس تتعب لو في سبلاي كبير. وادعي ان الناس تتعب. بتقوم برفع درجه الحراره من 65 ل 100 درجه مئويه في ثانيه واحده بس. الجهاز ده مش موجود في مستشفيات في مصر. هو موجود، هو جهاز واحد في مستشفى زي ما قلت لحضرتك، هو في مستشفى المعلمين، وده مش خاص بالمستشفى، هو ده الجهاز ده كان شركه بتشاركه المستشفى بالجهاز على اساس ان هم هيقوموا البروجكت ده، وبقى في قطاع خاص اللي هو هايفو ايجيبت ده جهاز قطاع خاص بس. واتوقع يمكن ده الجهاز الوحيد في الميدل ايست وافريقيا اصلا، مش مصر بس. إيه عندي البابليكيشنز بتاعه، ممكن ابعتها لك، فيها البروتوكول بتاعه كله، هبعتها لك. بيبقى جايدد بالترا ساوند، والريسنت تكنولوجي بتاعه بيبقى جايدد بام ار. اللي موجود في مصر جايدد بالترا ساوند، بيحدد زي ما حضرتك شايفين، بيحدد التيومر موجود فين اللي هو عاوز يشتغل عليه، بيحدد الفوكال بوينت، والجهاز بيعمل اوتو فوكال على الـ على الـ على الديستنيشن بالظبط اللي هو حدده له، وبيبدا يعمل له الحرق بتاعه. دي تقريبا كل التكنيكس اللي احنا بنشتغل عليها، ثيرمال ونون ثيرمال، انفيزيف ونون انفيزيف. المشكله في مصر طبعا احنا يمكن الحمد لله تاني دوله في العالم عندها معدلات كارسينوم، فده بيرفلكت ان الناس عندها اورام كتير جدا. الناس للاسف المشكله في مصر الناس مش بتكتشف الاورام الا صدفه. يعني احنا كنا بنبقى في بعض الحالات حد بيعمل سي تي على ظهره مثلا، اكتشف بالصدفه ان هو عنده تيومر في الليفر، لان التيومر حته من التيومر بانت في السي تي. الناس بتموت قبل ممكن ما تكتشف ان هي عندها كانسر او ان هي عندها تيومرز اصلا. فده خلى كل ما عندناش مصر ايرلي ديتكشن لحاجه، يعني ما فيش تيومر بشوفه سنتي. السنتي ده دايما بيبقى سكندري، ما بيبقاش برايمري، بيبقى عنده بلوه سودا وبعدين عملت سكندري، فيبدا بقى السكندري ده هو اللي يعمل مشاكل. فهي دي المشكله، مفيش تشيك اب، مفيش ايرلي ديتكشن لحاجه. فكل الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها بوبيولار ولا مش بوبيولار في مصر، انت بتحرق قد ايه ورا؟ كل الكلام ده بيحرق 1 سم و2 سم والكلام من ده، انما ايه اللي بيحرق 5 سم وايه اللي بيحرق 6 سم وايه اللي بيحرق 7 سم؟ بداوا يعملوا كومباين تكنيكس علشان يصغر حجم التيومر الاول، يعني تيومر 7 سم يبدا يعمل له تكنيك معين كده انترفنشنال، بيحقنه حاجات فيبدا يشرينك شويه عشان يبقى من 7 سم ينزل 5 او ينزل 4 عشان اقدر اشتغله بتكنيك زي ده. فدي يمكن من المشكله اللي كانت بتقابلنا. انا يمكن قعدت فتره كبيره اشتغل في بعض الحاجات من دي، كل الحالات تقريبا اللي كنت بشتغلها بيجي لها ريكارنس تاني وبيجي لها ريكارنس تالت،
كل التيومرز كلها مالجننت تقريبا، فالكرنس بيجي مره واثنين وثلاثه. والحقيقه يعني احنا بننصح الناس ان هو دايما تشيك اب دوري على كل حاجه دايما، لان مش عاوزين نستنى لغايه ما يبقى الدنيا ادفانسد وبعد كده نبدا ندور على تكنيكس، طب ايه ينفع لنا وايه ما ينفعلناش. فيعني شفانا الله وشفى كل الناس يعني. وفي اي اسئله؟ سؤال بس اخر تكنيك، هل تقدر برضو تحل المشاكل لو كان في ورم في المخ؟ اورام المخ؟ لا متوقعش ان يفشل على اورام المخ. لا تمام. لا انت عشان تكشف سي تي ولا ام ار دي، لا دي حاجه، انت هو بيتكلم انت بتعالج بايه. بس غالبا حاجات البرين تيومرز والكلام ده كله غالبا بيشتغلوها جراحات، ما بيشتغلوهاش حاجات. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. Thank you.